القوات النظامية السورية تواصل عملياتها العسكرية ضد فصائل المعارضة في مدينة حلب شمالي سوريا. عمليات استمرت بكثافة الثلاثاء بدعم من قوات حزب الله والغارات الجوية الروسية، بحيث استهدفت المناطق الشمالية والغربية والشرقية في ريف حلب وداخل عدد من أحياء المدينة. قوات الأسد تمكنت من إحراز التقدم خاصة في حي اليرمون الذي تستخدمه فصائل المعارضة إلى جانب حي بني زيد لإطلاق القذائف على الأحياء الغربية من المدينة المتواجدة تحت سيطرة قوات النظام. هذه الأخيرة تسعى نحو السيطرة بالكامل على طريق الكاستيلو بهدف تضييق الحصار المفروض على الأحياء الشرقية للمعارضة. ومن بيروت، حيث كان في زيارة عمل، دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى وقف القتال في سوريا. يجب وقف إطلاق النار كي يتمكن موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا من مواصلة مهمتها. اليوم لا يمكنه القيام بذلك. هدفنا واضح، لا وجود لحل عسكري في سوريا، الحل سياسي، ويجب علينا تعزيز التعاون مع كل الأطراف التي يمكنها أن تساهم في ذلك. وفي محافظة إدلب قتل 3 أشخاص، من بينهم طفل، جراء غارة جوية استهدفت الاثنين مستشفى ميداني ببلدة أحسن. اتحاد منظمات الرعاية والإغاثة الطبية الكندي أكد أن مستشفى الشفاء المستهدف كان يقدم الرعاية الصحية للسكان المحليين والكثير من المدنيين الذين فروا الدمار والحرب.